بسم الله الرحمن الرحيم، أرحب بكم في المحاضرة السابعة، الباب الرابع. طبعا حيكون الباب الرابع هذا مخصص للتباديل والتوافيق، وإن شاء الله نشوف بعض التمارين والأمثلة على التباديل والتوافيق. طبعا الباب الرابع كما ترون الباب الرابع أو الفصل الرابع حبدأ بالبرمنتيشن أو التباديل. التبديل تعريفه هو تنظيم لمجموعة من العناصر يكون الترتيب فيها مهما، يعني الترتيب يعتبر مهم جدا في عملية التبديل. مثال: إذا كان لدينا 4 كليات في الجامعة، أحد الترتيبات لهذه الكليات هو كلية الهندسة، العلوم، التربية، الطب. طبعا في ترتيب آخر: العلوم، التربية، الطب، وهكذا. وباستعمال مبدأ العد الأساسي يوجد 24 ترتيبا مختلفا ناتجة كالتالي، أستطيع أحسبها بطريقة بسيطة جدا، هي عبارة عن مضروب الأربعة، لو 4 ضرب 3 ضرب 2 ضرب 1 ويساوي 24 طريقة. إذا بإمكاني الآن أرتب الكليات الأربع ترتيبا عددها 24 ترتيب. ممكن أبدأ بالهندسة، ثم العلوم، ثم التربية والطب، هذا الأول. الترتيب الثاني: الهندسة، التربية، الطب، العلوم، وهكذا. الهندسة، الطب، التربية، العلوم، وهكذا. إذا لدينا 24 ترتيبا. العملية هذه تسمى الأربعة مضروب أو الفاكتوريال أوف فور أو مضروب الأربعة، ويرمز له بالرمز 4 مضروب بالشكل هذا. إذا أقدر أقول الآن أن مضروب الأربعة، إذا موضوعنا اليوم طبعا المحاضرة السابعة التباديل. لو أخذ الآن مضروب العدد 4 فكتوريال أو مضروب الأربعة، حيساوي عبارة عن 4 مضروبة في 3 مضروبة في 2 مضروبة في 1، وحيساوي 24. طيب مثال آخر: لو أخذت مضروب مثلا 6 مضروب 6 بنفس الطريقة، 6 مضروبة في 5 مضروبة في 4 مضروبة في 3 في 2 في 1. لو حسبتها الآن: 30 في 4 120، 120 في 3 360، 360 في 2 تقريبا 720، 720 تقريبا. طيب حتى تتضح لكم عملية الفكتوريا لو عملية الضرب، ممكن نحسبها بالآلة الحاسبة، وأوضح لكم الآن كيفية حساب المضروب باستخدام الآلة الحاسبة. لاحظوا معي 4، إن شاء الله تكون واضحة. نعم 4، المضروب عندي إشارته بالضبط حتى أشوفه صح. الأربعة عندي المضروب له إشارته موجودة الآن، أنا أحاول أوجد الإشارة المضروب عندي. هيكون عندي الفكتوريال الموجود هذا. نعم أنا ما أشوف صحيح. نعم إذن 4 مضروب بالضبط. أوكي، إذا لاحظوا معي المضروب حتجده له سكند فانكشن أو العملية الثنائية. إذن حتى أحسب 4 مضروب حضرت 4، ثم شيفت الزر الخاص بالعملية الثانية، شيفت، ثم في زر صغير أصفر مكتوب عليه الإكس فيكتوريال أو العملية بالشكل التالي، هيعطيني الجواب مباشرة 24. طيب خلونا نشوف الآن 6 مضروب 6 بنفس الطريقة، 6 العملية الثانية أو سكند فانكشن الفكتوريال هيعطيني 720، أيضا 720. إذا الآن استطعت أني أحسب المضروب العددي باستخدام الكالكوليتر أو استخدام الآلة الحاسبة. طيب حأخذ الآن بعض القواعد البسيطة. مضروب الصفر يساوي 1. مضروب الصفر حيساوي 1. لو أحب أتأكد بالكالكوليتر، لاحظوا معي الصفر العملية الثانية الفكتوريال حيساوي طبعا 1. إذا واضح أمامنا الآن 1. إذا هذه قاعدة مهمة جدا، مضروب الصفر تساوي 1. خلوني أخذ القاعدة الآن. أقدر أقول أن n فكتوريال حتساوي n
مضروبة في n ناقص واحد، مضروبة في n ناقص اثنين، وهكذا حتى أصل إلى اثنين ضرب واحد. إن شاء الله واضحة. إذا أي عدد عندي الآن أستطيع أحسب المضروب له بالطريقة البسيطة هذه، هذه قاعدة مهمة. مضروب الخمسة حيساوي خمسة مضروبة في أربعة، لاحظوا معي نقصت واحد، مضروبة في ثلاثة، مضروبة في اثنين، مضروبة في واحد. عشرين في ثلاثة ستين، في اثنين 120. وممكن تأكد بالحاسبة مرة أخرى. إذا الخمسة مضروب حيساوي 120. إن شاء الله تكون واضحة. طبعا بالنسبة للكالكوليتر اللي تستخدمونها، في أنواع جيدة من الآلات الحاسبة، في النوعية هذه هي كاسيو FX82SX فراكشن. ممكن نستخدم الساينتفك الكالكوليتر العادية، لها أرقام كثيرة جدا. المهم في الساينتفك كالكوليتر يكون عندك اللوغاريتم، النشر اللوغاريتم، يكون عندك الساين والكوساين والتان، يكون عندك طبعا التباديل والتوافيق اللي أذكرها لكم إن شاء الله بعد قليل. إذا تعلمنا الآن في هذه العجالة البسيطة عملية إيش؟ عملية حساب المضروب، مضروب العدد. خلوني الآن أتكلم عن التباديل. إذا التباديل الآن، إحنا الآن قدمنا وعرفنا مع بعض المضروب. التباديل الآن يرمز إلى عدد تباديل N من العناصر المختلفة مأخوذة R في كل مرة، وحوضحها إن شاء الله بعد قليل أكثر، مأخوذة R في كل مرة بالرمز NPR، وتقرأ N permutation R أو N تباديل R، N تباديل R، حيث القاعدة كالتالي: N تباديل R حتساوي ال N فكتوريال أو مضروب ال N على N minus R فكتوريال. إذا هذه قاعدة مهمة جدا، علي أن أحفظها وأفهمها، قاعدة مهمة جدا. مرة أخرى، التباديل هي عبارة عن عدد تباديل N من العناصر المختلفة مأخوذة R في كل مرة، ترمز لها أو يرمز لها بالرمز N permutation R أو N تباديل R، حيث N تباديل R، لاحظوا معي كيف أقرأها، N تباديل R تساوي N فكتوريال أو مضروب الـ N على N ناقص R فكتوريال أو على مضروب N ناقص R. نأخذ مثال بسيط نوضح فيه الكلام هذا. مثال: عدد تباديل الستة مأخوذة أربعة في كل مرة هي كالتالي. لاحظوا معي الآن، عندي الآن ستة من العناصر، أباخذها أربعة أربعة أو أخذ أربعة في كل مرة. فحتى أحسب عدد التباديل حطبق القاعدة البسيطة التالية. إذا مرة أخرى أقدر أقول ستة تبديل أربعة. إذا أنا عندي الآن ستة تبديل أربعة حسب القاعدة اللي قبل قليل، هي ستة فكتوريال أو مضروب الستة على ستة ناقص أربعة فكتوريال. طيب مضروب الستة لو حسبته، ستة في أربعة، سوري، ستة في خمسة في أربعة في ثلاثة في اثنين في واحد على ستة ناقص أربعة اللي هو اثنين فكتوريال أو مضروب اثنين. إذا مرة أخرى، ستة في خمسة في أربعة في ثلاثة في اثنين في واحد على مضروب الاثنين، اثنين مضروبة في واحد. لاحظوا معي الآن، أبقوم الآن بعملية إيش؟ بعملية الاختصار. حشطب اثنين في واحد مع اثنين في واحد، حيبقى معي ستة في خمسة ثلاثين، ثلاثين في أربعة 120، 120 في ثلاثة 360. إذا فعلا عدد التباديل الممكنة هي 360 تبديل، 360 تبديلة. طيب تمرين آخر،
أو مثال آخر، لاحظوا معي الآن، أنا قدمت لكم هذا المثال، الآن لدي هذا التمرين أحل لكم الآن. احسب عدد تباديل 5 مأخوذة 3 في كل مرة. إذا احسب عدد تباديل 5 مأخوذة مرة أخرى، احسب عدد تباديل 5 مأخوذة 3 في كل مرة. إن شاء الله واضح. احسب عدد تباديل 5 مأخوذة 3 في كل مرة. طبعا واضح القاعدة، أقدر أقول 5 permutation 3 أو 5 تباديل 3 حتساوي حسب القاعدة اللي ذكرناها قبل قليل مضروب 5 على 5 ناقص 3 مضروب، وحيساوي مرة أخرى مضروب 5 على 2 مضروب. لاحظوا معي لو فكيت هذه الآن، 5 مضروب هي 5 في 4 في 3 في 2، إذن 5 في 4 في 3 في 2 في 1 مقسومة على 2 في 1، حشطب 2 مع 2 حيبقى عندي 20 في 3 كم؟ 60 تبديلة، 60 تبديلة. طبعا ممكن أعبر أيضا، أقدر أعبر أيضا عن عدد التباديل بطريقة ثانية أو بقاعدة أخرى. القاعدة الأولى اللي ذكرناها قبل قليل هذه أمامكم الآن، هذه القاعدة الأولى اللي ذكرناها، أقدر أحسب الآن التبديلة بطريقة ثانية. لاحظوا معي، إذا ملاحظة مهمة جدا، ملاحظة عند كتابة التباديل على الصورة، عند كتابة التباديل على الصورة NPR تدل R على عدد العوامل المتتالية المضروب في بعضها، وتدل N على العامل الأول. فمثلا مثلا 5P3 اللي أخذناها قبل شوي اللي هو المثل هذا هي تدل على أن الR هي الثلاثة مأخوذة كم مرة؟ 3 مرات، والعدد الأساسي اللي عندي العناصر الثلاثة هي 5. الآن هذه القاعدة أقدر أحسبها الآن كما تعلمنا قبل قليل بالطريقة الأولى. الطريقة الثانية أقدر أقول 5P3 حتساوي 5 مضروبة في 3 مضروبة في 2، يعني لاحظوا معي كم مرة ضربتها؟ 3 مرات، 5 في 3 في 2 حتعطيني تقريبا 5 في 3 15، 15 في 2 حيعطيني تقريبا كم؟ احنا حسبناها 5 مضروب 3، نعم 5 في 4 عفوا 5 في 4 نعم 5 في 4 في 3. إذا مضروب الخمسة 5 في 4 في 3، لو حسبتها 5 في 4 20 في 3 كم؟ 60. نفس الإجابة بالضبط. إذا مرة أخرى أستطيع أن أحسب التبديل بنفس القاعدة أو بنفس الطريقة الثانية. لاحظوا معي الآن المسألة اللي قبل قليل، أخذنا 6 تبديل 4 حسبناها بالقاعدة هذه، القاعدة الأولى وجدناها كم؟ 360. خلوني أحسبها الآن بالقاعدة الثانية البسيطة اللي ذكرناها قبل قليل. القاعدة تقول أضرب الستة كم مرة؟ 4 مرات. لاحظوا معي 6 مضروبة في 4 في 5، طبعا الفاكتوريا في 5 في 4 في 3، عدوا معي 1 2 3 4. إذن عندي هنا عدد المأخوذة كم مرة؟ 4 مرات، 1 2 3 4. إذا لو حسبت الضرب هذه، لو ضربتها 5 في 60 6 في 5 30، 30 في 4 120، 120 في 3 360. إذن نفس الإجابة بالضبط. إذن أمامك الآن قاعدتين تستطيع أنك تستخدمها لحساب التباديل. لو أخذت التمرين هذا اللي أمامكم الآن، تمرين بكم طريقة يمكن اختيار 3 كتب من مجموعة من الكتب مكونة من 10 من الكتب أو 10 كتب. الآن هذا السؤال الآن واضح،
أنا عندي ثلاثة كتب التبديل فيها غير مهم. المقصود فيها الآن، الآن المطلوب الآن حساب عدد التباديل الضرورية الآن. عدد التباديل الضرورية الآن حيكون كم تقريبا؟ هبحسبها بالطريقة الأولى. الطريقة الأولى هطبق عليها القاعدة، لاحظوا معي، 10 تبديل 3 حيساوي القاعدة الأولى اللي ذكرناها قبل قليل، هي مضروب 10 على مضروب 7، أو 10 ناقص 3 مضروب، ويساوي مرة أخرى 10 فكتوريال على 7 مضروب. لاحظوا معي، ما يحتاج اني افك العشرة 10 9 8 7، لا، انا الان ممكن اعمل عملية اختصار بسيطة جدا. لاحظوا معي، 7 فيكتوريال هنا ممكن اشطبها مباشرة مع، لاحظوا معي، 10 9 8 ثم 7 فيكتوريال، وعندي المقام 7 فيكتوريال، حشطب 7 مع 7، 7 فيكتوريال طبعا، حيكون الجواب الان 10 مضروبة في 9 مضروبة في 8. لو ضربتها الان 90 في 8، إذا 90 ضرب 8 يعطيني 720 تبديلة. إذا لدي الآن 720 تبديلة. هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية حسب القاعدة اللي ذكرناها قبل، هذه القاعدة اللي ذكرناها الأخرى، القاعدة الثانية، إذا أقدر أقول 10 تبديل 3 حيساوي 10 مضروبة في 9 مضروبة في 8، وصلت إلى نفس الإجابة بالضبط اللي هي 720 تبديلة. إن شاء الله تكون واضحة العملية، طبعا بسيطة جدا. العملية التباديل هي عملية سهلة وليس فيها أي صعوبة. خلوني بس الآن أبدأ أحسب معاكم مرة أخرى التباديل باستخدام الكالكوليتر أو باستخدام الآلة الحاسبة. طبعا المثال الأول اللي قبل قليل كان 6 تبديل 4 يساوي، وأيضا 5 تبديل 3 يساوي، وأيضا 10 تبديل 3 أيضا يساوي. خلوني أحسبها الآن بالكالكوليتر مع بعض. 6 تبديل 4 احنا حسبناها طلعت كم؟ طلعت 360. نحسبها بالآلة الحاسبة ونشوف. طبعا التبديل أو البرمتيشن اللي هو عندي أنا في الكالكوليتر، حتلاقي الزر صغير جدا NPR، هذا الزر موجود هنا، شوفوه هنا، السكند فانكشن او العملية الثانية، عملية ثانية عند الواحد بالضبط تجدها العملية الاخرى NPR. اذا نشوف مع بعض كيف نحسب القاعدة. حطبق الان 6 تبديل R. اول خطوة حضرب او اخذ الستة ثم اضغط 6، حضغط الآن الشيفت اللي هو second function أو العملية الثانية شيفت، إذا حضغط الشيفت مضبوط، ثم حضغط اللي هو الـ NPR، ثم إذا ضغط الشيفت حضغط الآن الـ NPR، ثم أخيرا أضغط العدد كم المطلوب عندي، العدد 4، هذا 4 طبعا، حضغط 4 حيكون الجواب 360 فعلا 360. أعيدها مرة ثانية. عفوا، 6 second function أو shift، حضغط الـ NPR ثم الأربعة، وصلت إلى 360 تبديلة. المسألة اللي بعدها 5 تبديل 3 بنفس الطريقة بالضبط، 5 ثم شيفت NPR 3 هيعطيني كم حسبناه؟ 60 فعلا طلع معي 60. وأخيرا 10 تبديل 3 أيضا، 10 تبديل 3 إذا حيكون مرة أخرى 10 شيفت NPR 3 وحيساوي 720. إذا الآن في هذه العجالة البسيطة تكلمت الآن عن التباديل، التباديل مرة أخرى عرفتها معاكم، عرفت المضروب، عرفت الصفر مضروب أيضا، ثم عرفت التباديل اللي هو NPR. قلنا هذه القاعدة الأولى، قاعدة مهمة جدا. أخذنا المثال المباشر هذا أمامكم الآن. عفوا، ثم أخذنا
تمرين آخر أو مثال آخر، ثم أخذت قاعدة جديدة. القاعدة هي هذه أمامكم الآن، أنا NPR ممكن أعملها كيف؟ أضرب ال N، أضربها كم مرة؟ R من المرات. سويناها في الخمسة تبديلها ثلاثة، خمسة مضروبة في أربعة مضروبة في ثلاثة. إذا أقدر أوضح هنا، لاحظوا معي، ممكن نكتب بالصورة P افتح قوس NR بدل عن NPR، ولكن دائما نستخدم الرمز هذا أسهل لنا، حتى في الآلة الحاسبة ممكن تعتمدون على هذا الرمز. طيب عفوا، أوجد قيمة 5P2 بنفس القاعدة بالضبط. إذا أمامي طريقتين، الطريقة الأولى بحسب الخمسة فكتوريال على ثلاثة فكتوريال ثم أشطب، حيبقى معي 5 في 4 ب20. لو حسبتها بالطريقة الثانية نفس القضية، حضرب الخمسة، 5 في 4 مرتين حيعطيني 20. طيب خلوني أخذ الآن بعض القواعد البسيطة هنا. إذا بعض الملاحظات مهمة جدا، ملاحظات مهمة. أول ملاحظة عندي هو أن الـ NPN، يعني الـ N مأخوذة N من المرات أو التبديل N من المرات، فطبعا هذه القاعدة مباشرة تساوي N فكتوريال. هذه قاعدة مهمة جدا. خلونا نفهم من وين جت أو ليش كانت N فكتوريال الجواب. حبثبتها لكم الآن أو بثبتها، لاحظوا معي كيف حثبتها الآن. إذا N PN حتساوي حسب القاعدة الأولى N فكتوريال على N ناقص N مضروبة في فكتوريال، أو عفوا N ناقص N فكتوريال، حيكون N فكتوريال على N ناقص N بكم؟ بصفر، صفر فكتوريال. وما أنسى أن مضروب الصفر كم؟ مضروب الصفر واحد. إذا N فكتوريال على واحد حتعطيني N فكتوريال، وهذا هي الإجابة الصحيحة. إذا فعلا احنا أثبتنا الآن أن NPN حتعطيني كم في الأخير؟ حتعطيني مضروب N. مثال 5 تبديله 5 حتساوي، طبعا ما يحتاج أطبق القاعدة هذه، وممكن أطبق القاعدة السابقة اللي ذكرناها قبل قليل، ممكن أقول مباشرة تساوي 5 مضروب أو مضروب 5، وحتساوي 5 في 4 في 3 في 2 في 1 20 في 3 60، 60 في 2 120. إذا هذه الآن أول قاعدة مهمة جدا، أن NPN حتساوي كم؟ N فكتوريال. طيب أيضا حأخذ قواعد أخرى، ولكن أنا بكتفي بس فقط بهذه الأشياء، أنا وضحتها بس لكم في المذكرة، لن أتشعب كثيرا في الموضوع هذا، ولكن نكتفي بهذه إلى الآن. خلوني أعطيكم بعض التمارين تحاولون تحلونها. احسب بتطبيق القاعدتين، القاعدة الأولى اللي خذناها والقاعدة الثانية. القاعدة الأولى أذكركم فيها NPR حتساوي مضروب الـ N على N minus R فكتوريال، هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية NPR هي عبارة عن N مضروبة كم مرة؟ R من المرات، من المرات. هذه القاعدة الثانية اللي أخذناها قبل قليل. إذا أحسب بتطبيق القاعدتين، وكذلك استخدم الحاسبة في حساب التبديلات التالية. أول تبديلة عندي 7 تبديل 6، هذا 1، 2، 4 تبديل 2، 3، 12 تبديل 3، وأخيرا 8 تبديل 8. هذه الآن عندكم 4 تمارين بسيطة سريعة جدا، إن شاء الله تحاولون تحلونها. طبقوا لي فيها قاعدتين، القاعدة الأولى والقاعدة الثانية. تحبون أجرب واحدة مثلا، وأحب أجرب الأولى مثلا، حطبق القاعدة الأولى عليها ثم أطبق القاعدة الثانية، ثم أطبق أو استخدم الحاسبة إذا أردت التأكد من الحل. وللتأكيد استخدم الحاسبة فقط حتى تتأكد من إجابتك. أوكي؟ طيب كذا نكون انتهينا من التباديل. حناخذ الآن الموضوع الثاني
إذا الآن انتهينا من موضوع التباديل. إذا لاحظوا معي التباديل تكلمنا عنه، أعطيتكم عدة تمارين وأمثلة. نبدأ الآن في الكومبينيشن أو في التوافيق. إذا دائما التباديل والتوافيق. التوافيق هي تنظيم العناصر حيث يكون الترتيب فيها غير مهم لحضور اجتماع، فإن الترتيب في اختيارهم غير مهم. لاحظوا معي مرة ثانية. طبعا احنا ذكرنا سابقا ان طبعا التوافيق هنا الترتيب فيها غير مهم، بينما في التباديل التبديل او الترتيب فيها مهم. ذكر التباديل، لاحظوا معي، هو تنظيم لمجموعة من العناصر يكون الترتيب فيها مهما، يكون الترتيب فيها مهما. احيانا قد استعجل انا في الحديث قليلا واذكر احيانا النقض او شيء، فلذلك الان تاكدوا التباديل دائما يكون الترتيب فيها مهم جدا. التوافيق طبعا الترتيب حيكون فيها غير مهم. طيب لو اخذت المثال التالي، بفرض انك تريد اختيار 3 موظفين من بين 7 موظفين في احدى الادارات، وعليه طبعا هنا الترتيب غير مهم لحضور الاجتماع طبعا، فانه يمكنك استخدام الرمز NCR وهو يرمز للتوافيق. خليني اوضح لكم بصوره ادق. الان عندي التوافيق، احنا زي ما ذكرنا في التوافيق الترتيب هو تنظيم العناصر حيث يكون الترتيب فيها غير مهم. اوكي طيب لو اخذت الان الرمز طبعا احنا قلنا الكومبينيشن هو N كومبينيشن R او N توافيق R. اذا نقراها كيف يا اخوان؟ N توافيق R. N توافيق R القاعده لها هي N فيكتوريال على N ناقص R فيكتوريال مضروبه في فيكتوريال او في ار فيكتوريال. اذا مره ثانيه هذه القاعده مهمه جدا، تختلف عن قاعده التبديل. التبديل طبعا الار فيكتوريال مش موجود، فقط ان فيكتوريال على ان ماينس ار فيكتوريال. الار فيكتوريال حضيفها في التوافيق. اذا مره اخرى تقرا هذه كالتالي، ان توافيق ار، ان توافيق ار، اذا ان فيكتوريال على ان ماينس ار فيكتوريال مضروبه في ار فيكتوريال. ايضا يمكن استخدام الرمز التالي، يمكن او قد تجدون احيانا بعض الرمز مختلف او رمز مختلف في بعض الكتب. ال NCR ممكن نستخدمها بالشكل التالي، N فوق R عبارة عن قوسين بالشكل هذه هلالية، N فوق R تقرأ N فوق R، فانت لك مطلق الحرية، اما ان تقول NCR او N توافيق R او N فوق R، كلها طبعا نفس المعنى. طيب خلوني اخذ المثال البسيط هذا. مثال عدد توافيق 6 عناصر مأخوذة 2 في كل مرة. طبعا هنا الترتيب غير مهم، اذا كان الترتيب غير مهم فممكن استخدم قاعدة التوافيق. إذا مرة ثانية 6 توافيق 2، 6 توافيق 2، لاحظوا معي حطبق القاعدة. إذا 6 فيكتوريال مقسومة على 6 ناقص 2 فيكتوريال مضروبة في فيكتوريال أو في 2 فيكتوريال. مرة أخرى حتساوي 6 مضروب 4 مضروب 4 مضروبة في 2 4. طبعا ما حد يشطب لي 2 من 4 مع 6، لابد تفك العملية هذه. إذا كأنها 6 مضروبة في 5 في 4 في 3 في 2 في 1. عندي تحت هنا 4 مضروبة في 3 مضروبة في 2 مضروبة في 1، ثم 2 فيكتوريال 2 مضروبة في 1. إذا لاحظوا معي أقدر أشطب الآن مضروب الأربعة مع مضروب الأربعة اللي هنا، والاثنين هذه حشطبها مع 6 حيبقى لي 3، إذا حيطلع لي الجواب 3 مضروبة في 5 وتساوي 15. طيب مثال آخر، مرة أعيد الشرح بشكل سريع. عدد توافيق 6 عناصر مأخوذة 2 في كل مرة، طبقت عليها القاعدة 6C2 أو 6 توافيق 2 حتساوي 6 مضروب على 6 ناقص 2 مضروب
مضروب ضرب 2 فكتوريال. 6 مضروب على 6 ناقص 2 4، 4 فكتوريال مضروبه في 2 فكتوريال. بعد اختصارات حيطلع عندي 15. طيب لو قال لي واحد ايش رايك تحسب لي اياها باستخدام التباديل، لو احب استخدم باستخدام لا تنسى التباديل الترتيب فيها مهم جدا، 2 ماخوذه من الاول ومن الثاني، وهنا حتكون باستخدام التباديل. يعني اقدر اقول 6 تبديل 2، لو حسبتها لاحظوا معي حيكون مختلف عن هذا، 6 في 5 ويساوي 30. إذا هذه الإجابة مختلفة عن الإجابة هنا 30 والإجابة هنا 15. هنا الترتيب مهم جدا بينما هنا الترتيب غير مهم. إذا فعلا لما يكون الترتيب مهم فأنا أستخدم التباديل، أما إذا كان الترتيب غير مهم فأستخدم الكومبينيشن أو التوافق التوافق. نعم. طيب مثال آخر، يريد مدير شركة، يريد مدير، طبعا هذا المثال موجود عندكم في المذكرة، اختيار 5 محاسبين من بين 8 محاسبين، من بين 8 لعمل حسابات معينة للشركة. السؤال بكم طريقة يمكن للمدير اختيار المحاسبين محمد وأحمد وخالد وفهد وسعد. أنا عندي كم محاسب؟ 5، 1 2 3 4 5. السؤال الآن بكم طريقة يمكن للمدير اختيار المحاسبين محمد وأحمد وخالد وسعد وفهد؟ طبعا هنا واضح السؤال الترتيب غير ضروري، مين حيكون الأول مين حيكون الثاني، هل محمد بعدين أحمد بعدين خالد، هل الترتيب ضروري؟ واضح هنا الترتيب أن الترتيب غير مهم. إذا واضح عندي من خلال السؤال أن الترتيب غير مهم. إذا إذا كان الترتيب غير مهم فأنا مباشرة هستخدم التوافيق. إذا أقدر أقول الآن الترتيب غير مهم، أنا بإمكاني أختار سعد بعدين فهد بعدين أحمد بعدين وهكذا. لذلك نستخدم التوافيق، هستخدم الآن التوافيق. إذا عندي كم عدد المحاسبين؟ 8. إذا 8 سي 5 أو 8 توافيق 5 هطبق عليها القاعدة الآن. 8 مضروب على القاعدة، طبعا 8 ناقص 5، 8 ناقص 5 مضروبة في 3 مضروب، عفوا في 5 مضروب. اوكي طيب اذا مرة اخرى حطبق ال 8 فكتوريال، هنا 8 ناقص 5 اذا 8 فكتوريال على 8 ناقص 5 3 فكتوريال مضروبة في 5 فكتوريال. طيب انا ممكن اشطب الخمسة فكتوريال مع الثمانية مع الخمسة طبعا اللي فوق، او اوضحها اكثر، 8 مضروبة في 7 في 6 في 5 على طول 5 فكتوريال، 5 في 4 في 3 في 2 في 1 على 3 في 2 في 5 فكتوريال، 5 في 4 في 3 في 2 في 1. لاحظوا معي حاشطب هذه مع بعض 3 فكتوريال و 3 في 2 مع 6 حيبقى عندي 8 في 7 حيعطيني 56. إذا لدي الآن 56 طريقة أستطيع أني أختار فيها المحاسبين الخمسة. إذا بإمكاني الآن أختار المحاسبين ب 56 طريقة، ب 56 طريقة. طيب لو فرضنا كان الترتيب مهم، الترتيب مهم، فأنا أستخدم طبعا عملية التباديل. طبعا هذا الحل أوكي، لكن أنا لو استخدمت التباديل لاحظوا معي الفرق، 8 تبديل 5 عبارة عن 8 في 7 في 6 في 5 في 4، لو حسبتها هذه حجد الجواب 8 في 7 في 6 في 5 في 4 حاطين 6720 طريقة، 6720 طريقة واضح انها عدد ضخم جدا من الطرائق،
ولكن طبعا هنا في هالسؤال طبعا استخدمنا فقط طريقة إيش؟ طريقة التوافق. طيب أيضا باستخدام القاعدة أخرى أستطيع أن أحسب التوافق. لاحظوا معي الآن التوافق، قاعدة أخرى للتوافق. القاعدة كالتالي: NCR حتساوي، هي أصلا عبارة عن إيش؟ عبارة عن N فيكتوريال على N minus R فيكتوريال مضروبة في R فيكتوريال. خلوني أركز فيها شوي، خلوني أقول N فيكتوريال على N minus R فيكتوريال مضروبة في 1 على R فيكتوريال. لاحظوا معي هذه القيمة اللي هنا هي نفس هذه، صح؟ هي نفسها. هاي تذكرني في ماذا؟ تذكرني في التباديل، في البرمنتيشن، في التباديل. إذن أقدر أقول تساوي عبارة عن الكسر حضع N P R مقسومة على R فيكتوريال. إذن أقدر أقول الآن أن N C R، قاعدة مهمة جدا استنتجتها لكم، أن ال N C R أقدر أحسبها بالطريقة الأولى. هذه الطريقة الأولى، الطريقة الأولى، وهذه الطريقة الثانية. إذن سواء استخدمت هذه وهذه هي نفس. إيش الفرق بين هذه وهذه؟ أن هذه أنا استفدت من معلومتي عن التباديل. التباديل قلنا N P R هي عبارة عن N فيكتوريال مقسومة على على N minus R فيكتوريال. إذن طيب خلوني أطبق المثال اللي حليته قبل قليل. هذا المثال اللي هو 8 توافيق 5، 8 توافيق 5، هطبق عليها القاعدة هذه مباشرة. إذن NPR اللي هي 8 في 7، 8 في 7 أوضحها مرة ثانية، حتساوي NPR على R فيكتوريال، وحتساوي NPR ححسب الآن مضروب بالثمانية، 8 في 7 في 6 في 5 في 4 على فيكتوريال، على الار فيكتوريال اللي هي كم؟ 5 في 4 في 3 في 2 في 1. إذا لاحظوا معي حشطب الخمسة مع الأربعة، وحشطب الثلاثة في 2 في 6 مع 6، وحيبقى عندي 8 في 7 بكم؟ 56. إذا نفس الإجابة التي قبل قليل، هذه الإجابة. واضح؟ إذا عندي الآن طريقتين لحساب التوافيق. الطريقة الأولى هي القاعدة هذه، والطريقة الثانية هي القاعدة الأخرى. طيب خلوني أخذ الآن مثال آخر. أوجد سكس كومبينيشن آر، أو ستة تباديل أربعة، ستة تباديل أربعة. طبعا الستة والأربعة رمزها صغير شوي، أصغر من السي. إذا ستة تباديل أربعة بطريقتين، أوجد بطريقتين. الطريقة الأولى هستخدم القاعدة الأساسية 6 تباديل R حتساوي تباديل 4 عفوا حتساوي، هطبق القاعدة الأولى اللي هي مضروب 6 على 6 ناقص 4 فيكتوريال مضروبة في 4 فيكتوريال. إذا طبقت القاعدة الأولى التي عارفينها أنتم، القاعدة الأولى اللي هي ويني، هذه القاعدة الأولى، طبقت القاعدة الأولى ال N فيكتوريال على N ناقص R فيكتوريال مضروبة في R فيكتوريال. طيب هطبق الآن، أحاول أختصرها، حتساوي 6 فيكتوريال على 6 ناقص 4 2 مضروب أو مضروب 2 مضروبة في 4 6 في 5 في 4 في 3 في 2 في 1 مقسومة على 2 في 1، الأربعة مضروبة 4 في 3 في 2 في 1. لاحظوا معي أقدر أشطب الأربعة فيكتوريال مع بعض، والاثنين مع الستة يبقى 3، إذا الجواب كم؟ 15. هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية لابد يطلع نفس الإجابة، يطلع 15. إذا طلع غير 15 معناته إحنا حلين غلط. القاعدة مرة ثانية 6C4 حتساوي، حطبق القاعدة الثانية، القاعدة الثانية هذه أمامكم NPR على R فيكتوريال. إذن NPR على R فيكتوريال وتساوي 6P4 على
على 4 فيكتوريا. طبعا السكس بي 4 اللي هو او السته بي 4 هذه احنا قلنا بنطبق عليها القاعده في التباديل، القاعده الثانيه الاسهل لي اللي هو 6 في 5 في 4 في 3، ضربتها في نفسها كم مره؟ اربع مرات، 6 في 5 في 4 في 3 مقسومه على 4 فيكتوريال، 4 في 3 في 2 في 1. اذا حشته بالأربعة في 3 مع 4 في 3 والاثنين مع الستة يبقى 3، إذا الجواب 3 في 5 وتساوي 15، إذا نفس الإجابة بالضبط. طيب خلوني بس الآن أوضح لكم كيف استخدام الحاسبة، استخدام الحاسبة لحساب التوافيق. طبعا التوافيق طبعا رمزها NCR، إذا لو جيت أدقق في الكالكوليتر عندي تبحث عن الرمز NCR، هذا الرمز NCR عادة حتجده مجاور للـ NPR، مجاور للتباديل. أنا عندي التباديل هنا السكند فانكشن موجودة والـ NCR موجودة. طيب خلوني أحسب الآن، نحسب الآن 6 تبديل 4 باستخدام الكالكوليتر. إذا أول خطوة أدخل الستة، لاحظوا معي أول خطوة 6، إذا 6 ثم حضغط شيفت اللي هو سكند فانكشن اللون الاصفر، ثم حضغط الزر الاخر اللي هو NCR، ثم حضغط الان 4، حضغط الرقم 4، وين هذا 4؟ اذا مره اخرى 6 شيفت NCR 4 حيعطيني الجواب كم؟ 15. اذا فعلا الجواب 15 ان شاء الله واضح. اذا مره اخرى لو اخذت المثال السابق اللي هو كم المثال السابق كان 8 سي 5 طلع 56، نعم 8 سي 5 بنفس الطريقه، 8 سي 5 بنفس الخطوات. لاحظوا معي اول خطوه 8 ثم شيفت ثم ان سي ار ثم اضغط مين؟ اضغط الخمسه. طب هنا 8 ما انسى كزر، إذا لاحظوا معي 8 شيفت ان سي ار 5 حيعطيني 56، أكيد 56، إذا 56. إذا الآن الآن أستطيع أني أحسب التوافيق بكم طريقة؟ بثلاث طرق. الطريقة الأولى القاعدة اللي ذكرناها قبل قليل، هذه القاعدة الأولى أمامكم. القاعدة الثانية باستخدام دخلت فيها التباديل، والطريقة الثالثة باستخدام مين؟ باستخدام الكالكوليتر. إذا لديك الآن ثلاثة طرق لإيجاد التوافيق. طيب نشوف أيضا التمرين. احسب كم؟ احسب 5C2 بثلاث طرق. خلاص طبعا المفروض انك تحسبها بغض النظر كم طريقه، ولكن انا اوضح لكم ثلاث طرق حتى نستفيد من الطريقه الاولى حطبق القاعده الاولى 5C2 حتساوي 5 فيكتوريال على 5 ناقص 2 فيكتوريال مضروبه في 2 فيكتوريال. 5 في 4 في 3 في 2 في 1 على 5 ناقص 2 اللي هو 3 فيكتوريال مضروبه في 2 فيكتوريال. اوكي حيساوي مره ثانيه 5 4 3 في 2 في 1، 3 مضروبه في 2 في 1 مضروبه في 2 ايضا في 1. لاحظوا معي الان 3 في 2 في 1 حشطبها مع 3 في 2 في 1 و2 في 1 حشطبها مع 2 حيبقى 5 في 2 حيساوي 10. اذا طلع عندي الجواب كم؟ 10. هاي الطريقه الاولى. الطريقه الثانيه اكيد لابد يطلع الجواب 10 أو سأكون أنا غلطان. إذا 5 سي 2 حيساوي حسب القاعدة 5 تبديل 2 مقسومة على 2 فيكتوريال. القاعدة الثانية هذه أمامكم، وين القاعدة؟ هذه القاعدة الثانية، هذه القاعدة الثانية NPR على فيكتوريال أوف R. طيب إذا حيساوي مرة أخرى، إحنا قلنا في التباديل حضرب الخمسة كم مرة؟ مرتين.
أو أطبق القاعدة الخاصة بالتباديل، لكن أنا أسهل لكم طبقوا الخطوة الثانية أو القاعدة الثانية، عبارة عن 5 في 4 مقسومة على 2 فيكتوريال، وحيساوي 5 في 4 على 2 في 1. أقدر أشطب الآن 2 مع 2 حيبقى عندي 2، 5 في 2 10، إذا نفس الإجابة. الطريقة الثالثة باستخدام الكالكوليتر، إذا أقدر أقول الآن باستخدام الآلة الحاسبة، باستخدام الحاسبة، لاحظوا معي، هدخل الرقم 5 ثم أدخل شيفت ثم أدخل الرقم أو الزر N C R ثم أضع الرقم كم في الأخير 2، حيث نشوف مع بعض 5 second function N C R ثم حضغط الاثنين هيعطيني الجواب 10، فعلا الجواب 10 نفس الإجابة. إذا الآن تعلمنا كم طريقة الآن؟ 3 طرق لحساب التوافيق. خلوني أخذ الآن بعض القواعد البسيطة، الآن بعض الملاحظات، ملاحظات أيضا مهمة جدا الملاحظات هذه. أول واحدة، N توافيق N تساوي 1. لو أردت أتأكد منها كيف، لو أردت أثبتها طبعا N C N، فممكن أطبق عليها القاعدة N C N، طبق عليها القاعدة الأساسية عبارة عن N فيكتوريال على N ماينس N فيكتوريال على N فيكتوريال. طبعا حيكون الجواب مرة ثانية N فيكتوريال على N ماينس N عبارة عن 0 فيكتوريال مضروبة في N فيكتوريال. 0 فيكتوريال عبارة عن 1، إذن الجواب في النهاية كم؟ N فيكتوريال على N فيكتوريال ويساوي كم؟ 1. إذا نفس الإجابة بالضبط. إذا أول قاعدة، قاعدة مهمة جدا تحفظ، طبعا الاستنتاج هذا غير مهم، ولكن حتى أثبت لكم القاعدة أن ال N توافيق N حتعطيني 1، هذه قاعدة مهمة جدا ما أنساها. أيضا القاعدة الثانية، هذا 1 2 N تباديل توافيق 0 حتساوي أيضا 1، نشوف مع بعض ليش، هطبق عليها نفس القاعدة. إذا N توافيق 0 حتساوي N فيكتوريال على N ماينس 0 فيكتوريال مضروبة في N فيكتوريال. مرة أخرى، N فيكتوريال ديفايد باي N ماينس 0 اللي هي N فيكتوريال، N ناقص 0 بN ولا لا، مضروبة في N فيكتوريال. لاحظوا معي، حشطب الآن ال N فيكتوريال طبعا معها، حيعطيني الجواب في الأخير كم؟ حيعطيني الجواب في الأخير 1. أوكي؟ طيب. نأتي الآن إلى القاعدة الثانية وهي NC1. NC1 وتساوي N بنفس القاعدة. N فيكتوريال على N ماينس 1 فيكتوريال على N فيكتوريال. طبعا ممكن أن أختصرها بالشكل التالي، ممكن أختصرها بالشكل، حتساوي طبعا في الأخير N، إذا N فيكتوريال على N ماينس 1 فيكتوريال على، ممكن أشطب هذه مع هذه، وهنا ممكن تختصرها في الأخير تصبح معي N. على كل حال هذه القاعدة مهمة جدا، ل N C 1 حتساوي N. هأخذ عليها أمثلة بسيطة. المثال الأول، C3 حتساوي طبعا القاعدة الأولى حتساوي مباشرة 1، ليش؟ طبق عليها القاعدة تباديل أو 3 فيكتوريال على 3 ناقص 3 0 فيكتوريال في 3 فيكتوريال حيروحون مع بعض، حيعطيك الجواب 1. المثال الثاني 5 فيكتوريال 5 توافيق 0 حيساوي نفس الشيء 5 توافيق على 5 توافيق في 0 توافيق، لاحظوا معي أيضا حيعطيني كم؟ حيعطيني 1. المثال الثاني 7 توافيق 1 نفس القضية، 7 فيكتوريال على 7 ماينس 1 اللي هي 6 فيكتوريال في
واحد فكتوريال ضرب واحد فكتوريال. طبعا لاحظوا معي الآن ممكن أشطب الآن السبعة أو ستة فكتوريال مع ستة فكتوريال، حيبقى عندي في الأخير كم؟ سبعة. إن شاء الله واضحة. سبعة في ستة في خمسة في أربعة في ثلاثة في اثنين في واحد على ستة في خمسة في أربعة في ثلاثة في اثنين في واحد. إذا ممكن أشطب هذه مع هذه حيطلع الجواب في الأخير كم؟ سبعة. إذا حسب القواعد اللي قبل قليل، وين القواعد؟ نعم هذه. إذا وضحنا الآن هنا، إذا طبعا هذه واحد فكتوريال، عفوا واحد فكتوريال، عفوا واحد فكتوريال حتروح مع حتبقى واحد طبعا، وهنا حيكون عندي n فكتوريال تروح مع أو طبعا هنا حيكون n minus 1 لو أوضحها أكثر، n في n minus 1 فكتوريال على n minus 1 فكتوريال في واحد فكتوريال، حيروح هذا مع هذا وحيبقى عندي فعلا n. فقط للتوضيح نفس القضية هنا بالضبط، هنا 0 فكتوريال عفوا، نعم 0 فكتوريال، فحيكون عندي 0 فكتوريال بواحد، وحيبقى عندي هنا n فكتوريال مع n حيبقى نعم صحيح بواحد. طيب إذا مرة أخرى لدينا ثلاثة أمثلة واضحة ومهمة جدا، خلوني أفتح لكم المذكرة مرة أخرى حتجدها واضحة أمامكم. نعم هذه الملاحظات مهمة جدا. NCN تساوي واحد، هذه القاعدة الأولى. الثانية NC0 تساوي واحد، NC1 تساوي N، وأخذت عليها أمثلة. ثلاثة توافيق ثلاثة تساوي واحد، ثلاثة توافيق 0 تساوي واحد، ثم 7 توافيق 1 تساوي 7. طيب نشوف هذا المثال أيضا يتكون يتكون مجلس إدارة شركة كبرى من ثمانية أعضاء، فإذا كان عبد الله وحسان ومحمد هم أعضاء في مجلس الإدارة، عندي ثلاثة أنا أعضاء الآن من ثمانية أعضاء في مجلس الإدارة، فبكم طريقة يمكن أن يتم اختيار هؤلاء الثلاثة رئيسا، لاحظوا معي، ثم نائبا للرئيس وأمين للسر على الترتيب. كلمة هذه الترتيب لها معنى كبير جدا. مرة أخرى لدي الآن ثمانية من الأعضاء، أريد أن أختار منهم ثلاثة، عبد الله وحسان ومحمد، بحيث يكون واحد منهم رئيس والثاني نائب للرئيس والثالث أمين للسر. طبعا هنا على الترتيب معناته عبد الله سيكون الرئيس وحسان حيكون النائب ومحمد حيكون أمين السر. الآن العملية اللي تمت الآن أمامنا الآن هي عملية منظمة، عملية مرتبة. إذا في رأيكم هل أستخدم التباديل أم التوافيق؟ إذن على الترتيب، إذن واضح أني هستخدم هنا عملية إيش؟ هي طبعا ترتيب مهم، هستخدم عملية إيش؟ التباديل. إذا لاحظوا معي قدمت التباديل مباشرة، إذن ثمانية تبديل ثلاثة، طبقت القاعدة ثمانية في سبعة في ستة تعطيني 336 طريقة. إذن بإمكاني أختار 336 طريقة. لاحظوا معي الملاحظة التالية، لو كان الترتيب غير مهم، لو كان الترتيب غير مهم ممكن نطبق التوافيق ويكون عندي العدد بسيط جدا وهو 56 طريقة. إذا 8 توافيق 3 حتساوي 8 فكتوريال على 8 ناقص 3 فكتوريال مضروبة في 3 فكتوريال، حتساوي 8 على 5 فكتوريال 3 فكتوريال، وحتساوي 8 في 7 في 56 طريقة. طبعا أنا حليتها هنا لكم بطريقتين، الطريقة الأولى والطريقة الثانية باستخدام التوافيق عفوا باستخدام التباديل، فطبعا ان شاء الله تكون واضحة ما فيها اي صعوبة. خلوني بس ما ادري احلها مرة اخرى ولا لا. طيب مرة اخرى، ثمانية تبدي توافيق ثلاثة، هاي طبعا اذا كان الترتيب هنا غير مهم حيكون ثمانية فكتوريال على ثمانية ناقص ثلاثة فكتوريال مضروبة في ثلاثة فكتوريال. لو حسبتها طبعا حيكون عندي مرة اخرى ثمانية فكتوريال على خمسة في ثلاثة فكتوريال. طبعا واضح الآن أني حضرب ثمانية في سبعة في ستة في خمسة فكتوريال على خمسة فكتوريال ثلاثة فكتوريال، حتروح خمسة مع خمسة فكتوريال، وثلاثة في اثنين بستة مع ستة حيبقى عندي ثمانية في سبعة وتساوي 56. نعم لو أحب أتأكد بالكالكوليتر لاحظوا معي زي ما تعلمنا، ثمانية شيفت NCR
ثلاثة هتعطيني كم؟ 56. لو حسبتها بالتباديل يعني الحل كان أو الترتيب مهم جدا، فلو استخدمت التباديل لاحظوا معي التباديل أقدر أقول 8 تبديل 3 هيعطيني كم؟ 336 طريقة. 336 طريقة. طيب الآن احنا انتهينا من التوافيق، خلوني أعطيكم الآن بعض التمارين البسيطة في حل التوافيق. يبدو أن حليت والشاشة لم تكن واضحة أمامكم مرة ثانية. 8 فيكتوريال، 8 توافيق 3 عبارة عن 8 فيكتوريال على 8 ناقص 3 فيكتوريال 3 فيكتوريال، مرة أخرى 5 فيكتوريال ضرب 3 فيكتوريال في البسط 8 فيكتوريال. حشطب الآن ال 5 فيكتوريال مع ال 5 فيكتوريال، والثلاثة في 2 مع 6 حيبقى 8 في 7 ب 56. طيب خلوني الآن أعطيكم بعض التمارين تحاولون تحلونها إن شاء الله وتقدمونها لي في المنتدى، ويتم إن شاء الله النقاش حول هذه التمارين. طبعا التمارين على التوافيق، احسب بطريقتين مختلفتين ثم استخدم الحاسبة للتأكد. أوكي؟ أولا احسب لي مثلا 5 توافيق 4، احسب لي أيضا 12 تباديل عفوا توافيق 8، 7 توافيق 5، 4 توافيق 4 و8 توافيق 0 وأيضا 9 توافيق 1. واضح عندي الآن كم تمرين؟ 1 2 3 4 5 6. ما تأخذ منك 5 دقائق يعني. أرجو أن تهتمون بحل هذه التمارين وثم تقدموها لي إن شاء الله في تقدموها لي مرة أخرى في منتدى المناقشة حتى يتم تصحيحها لكم إن شاء الله. طيب بقي عندي نظرية ذات الحدين، أحاول أقدمها لكم الآن. نظرية ذات الحدين، وبهذه النظرية إذا كملتها فأكون أنهيت الباب الرابع. الباب الرابع أخذ مني فقط محاضرة واحدة، حاولت أني أبسط لكم المحتوى المقرر. طبعا أنتم عارفين التباديل والتوافيق ونظرية ذات الحدين موضوع دسم، موضوع ليس بالسهل، ولكن أنا حاولت أبسط لكم وأقدم لكم بأبسط طريقة ممكن، فلذلك يعني أرجو أن يكون ذلك واضح بالنسبة لكم. حتكلم الآن عن نظرية ذات الحدين. نظرية ذات الحدين وهي نظرية بسيطة ومهمة جدا. نظرية تقول كالتالي: إذا كان عندي X زائد A الكل أس N. أنا قبل ما أبدأ في النظرية خليني أذكركم بس بعض الأشياء اللي درسناها سابقا. لما أقول مثلا X زائد 2 الكل تربيع، تذكرون ضربتها في نفسها كم مرة؟ مرتين. لما أضربها بالهامش في نفسها مرتين فتعطيني X تربيع زائد 4 X زائد 4. مثال آخر، لما أقول مثلا X ناقص 3 الكل تربيع حتساوي مربع الأول X تربيع ناقص 6 X زائد 9 وهكذا. طيب لو كان من الدرجة الثالثة، لو قلنا X زائد 2 الكل أس 3 فممكن أضربها عبارة عن القوس مضروب في نفسها مرتين. طبعا التربيع أنا جاهز عندي، هذا هو X زائد 2 الكل تربيع، ثم أضرب هذه فكيتها قبل شوي، إذا X زائد 2 هذه مفكوكة جاهزة، X تربيع زائد 4 X زائد 4، ثم أضربها وأطلع الناتج. طبعا كل ما كان عندي القوة أعلى كل ما كان عندي عملية الضرب كانت أصعب شوي. تخيل لما أقول لك X زائد 4 الكل أس 8 حتكون صعبة إيجاد الكلام هذا، إيجاد المفكوك لها ولا لا. لكن هناك نظرية بسيطة جدا
النظرية هي اسمها نظرية ذات الحدين، والهدف منها إيجاد المفكوك أو إيجاد تبسيط لهذه الكثيرة. لاحظوا معي كيف، طبعا باستخدام التوافيق، لاحظوا معي القوة اللي عندي حيكون عندي N C 0 A أس 0 اللي هو الحد هذا مضروبة في X مرفوعة للقوة N. إذن هذا الحد الأول. مرة أخرى كيف أحصل على الحد الأول؟ عبارة عن N توافيق صفر، الحد الأول أس صفر، X أس N زائد. شوف إيش بصير معي الآن، N توافيق واحد، A أس واحد، X أس N ماينس ون. لاحظوا معي الآن زودت الصفر زاد أصبح واحد، والقوة اللي عندي زادت واحد، وأما القوة N فتنقص عندي واحد. هذا الحد الثاني. الحد الثالث زائد مرة أخرى بنفس الطريقة، N C2 A to the power 2 X to the power N minus 2 وهكذا زائد زائد حتى أصل إلى الحد الأخير. لاحظوا معي اللي هو N C N A to the power N X to the power 0. إذا أنا عندي الـ X أو القوة حق الـ X بدأت تنزل أو تنقص، N ثم N ناقص 1 ثم N ناقص 2 وهكذا تنقص تنقص حتى أصبحت X 0، و X مرفوع على القوة صفر هي عبارة عن كم؟ عن 1. إذا هذا نسميه الحد الثابت أو نعم الحد النهائي أو الحد الثابت. خلوني أخذ مثال بسيط، مثال أوجد مفكوك X زائد 5 الكل أس 2. طبعا هنا ممكن، طبعا هنا أس 2 ممكن أحسبها بالطريقة البسيطة اللي أنتم عارفينها، اللي هو مربع الأول X تربيع زائد 2 الأول في الثاني، 2 في 5 10 10 X زائد مربع الثاني 25. هذه القاعدة بسيطة جدا، لكن طلب مني أوجد المفكوك باستخدام نظرية ذات الحدين، باستخدام نظرية ذات الحدين. طيب نشوف مع بعض كيف حطبق عليها القاعدة. إذن أقدر أقول الآن أن X زائد 5 الكل تربيع حتساوي حيساوي طبعا الـ N عندي باثنين والـ A هي الخمسة. لاحظوا معي N اللي هو اثنين توافيق صفر، A الصفر اللي هو خمسة الصفر، X أس كم؟ X أس 2. إذن كأني طبقت الحد الأول، هذا الحد الأول. مرة أخرى عبارة عن 2 توافيق 0 2 توافيق 0 5 أس 0 X تربيع أوكي زائد. حبدا الآن أزود بدل 0 1. مرة أخرى حيكون عندي 2 C1 5 to the power 1 وحنزل او انقص 1، X أس كم؟ X أس 1 زائد الحد الثالث اللي بعده حيكون، لاحظوا معي 2 توافيق 0 2 توافيق 1 ثم 2 توافيق 2 5 to the power 2 X to the power 0 نزلت من هنا 1. لاحظوا معي الإكسات كانت 2 ثم من 1 ثم من 0 اوكي. الباور حق العدد الثابت او حق الـ A او حق الخمسة صفر ثم زاد واحد ثم زاد اثنين. واضح؟ عندي هنا صفر ثم زاد واحد ثم زاد واحد صاروا اثنين. لاحظوا معي اذا في علاقة مضطردة معي. حبدأ احسب الان، بس حتى اذكركم بالقاعدة البسيطة اللي ذكرناها في البداية. وين القاعدة؟ نعم لاحظوا معي الآن 2 توافيق 0 بكم؟ 2 توافيق 0 احنا اخذنا القاعدة هاي شوفوها اللي هو 2 او N توافيق 0 حيساوي كم؟ 1. ما يحتاج اني راح اتعب نفسي واحسبها. اذا 2 توافيق 0 تعطيني كم؟ 1. اذا واضح اني حطبق 2 توافيق 0 تساوي 1 ضرب 5 أس 0 بكم؟ ب 1 ضرب X تربيع ضرب X تربيع زائد. اذا هذه كلها 1 في 1 في X تربيع 2 تبادل
اثنين تباديل واحد، لاحظوا معي ان تباديل واحد او اثنين تباديل واحد حتعطيني ان او اثنين، اذا تعطيني اثنين مباشرة. اذا اثنين مضروبة في خمسة اس واحد خمسة مضروبة في اكس، اكس اس واحد باكس، زائد اثنين تباديل، عفوا اثنين توافي، انا اقول تباديل غلط طبعا، اثنين توافيق، اثنين توافيق اثنين، شوفوا القاعدة هنا، اثنين توافيق اثنين تساوي واحد، اذا اثنين توافيق اثنين حتساوي واحد مضروبة في خمسة تربيع اللي هي كم؟ 25 اكس اس 0 بكم؟ اكس اس 0 بواحد. ابسطها اكثر الان، واحد في واحد في اكس تربيع، اكس تربيع زائد 2 ضرب 5 10 اكس زائد 25 اكس اس 0 بواحد زائد 25. لاحظوا معي النتيجة هذه هي نفس النتيجة هذه بالضبط. اذا الان انا استخدمت نظرية ذات الحدين لحساب المفكوك. خلوني اخذ مثال ثاني قد يكون فيه صعوبة شوي. ايضا اوجد مفكوك اكس زائد ثلاثة الكل تربيع. لاحظوا معي الان حطبق القاعدة. القاعدة تقول اكس زائد ثلاثة الكل تربيع حتساوي اثنين توافيق زيرو الاي بثلاثة، ثلاثة اس زيرو اكس تربيع زائد اثنين توافيق واحد ضرب ثلاثة اس واحد اكس اس واحد زائد اثنين تباديل، طبعا هتزيد معي الان تصبح اثنين، اثنين تباديل اثنين توافيق عفوا، اثنين توافيق اثنين ثلاثة اس اثنين اكس اس زيرو حيساوي الان، لاحظوا معي الان اثنين تباديل اثنين توافيق زيرو حتساوي واحد مضروبة في ثلاثة أس صفر بواحد مضروبة في إكس سكوير زائد اثنين تباديل اثنين توافيق واحد حتساوي اثنين حسب القاعدة، هذه القاعدة اثنين توافيق واحد أو إن توافيق واحد تساوي اثنين، إذا اثنين مضروبة في ثلاثة أس واحد ثلاثة مضروبة في إكس زائد اثنين توافيق اثنين حتعطيني واحد، القاعدة اثنين توافيق اثنين او ان توافيق اثنين تعطيني واحد، اذا اثنين توافيق اثنين تساوي واحد مضروبة في ثلاثة تربيع تسعة اكس اس زيرو اللي هو بكم؟ بواحد، حيساوي مرة اخرى اكس سكوير زائد ستة اكس زائد تسعة، اذا هذه الاجابة النهاية، اذا فعلا اكس زائد ثلاثة تربيع حتساوي اكس تربيع زائد ثلاثة زائد ستة اكس زائد كم؟ زائد تسعة. طيب أعطيكم تمرين تحاولون تحلون أنتم بأنفسكم. تمرين أوجد مفكوك إكس زائد أربعة الكل تربيع باستخدام ذات الحدين نظرية، يعني ما حد يضرب ليها مرتين ويجيبها لي، لا أنا أبغاك تستخدم نظرية ذات الحدين بالطريقة هذه، طريقة سهلة جدا. طيب ايش رايكم لو اخذ واحده من الدرجه الرابعه والخامسه، ولا نخليها ابسط كذا؟ خلوها ابسط اسهل لكم ممكن. طيب اذا التمرين اوجد مفكوك اكس زائد 4 الكل اس 2 باستخدام نظريه ذات الحدين. طيب خلوني اخذ، اذا هذا التمرين الان مطلوب تحلونه. خلوني اخذ الان الحد العام لنظرية ذات الحدين، الحد العام لنظرية ذات الحدين. الحد العام هو كالتالي، ارمز له بالرمز h r plus 1 الحد رقم 5 الحد رقم 6 الحد رقم 7 وهكذا، حنسميه الحد العام، عبارة عن ان توافيق ار في ال نسميه الفيرست تيرم او الحد الاول، الحد الاول مرفوع القوه ار مضروب في الحد الثاني مرفوع القوه ان ماينس ار. طيب ملاحظه مهمه جدا، ملاحظه
عندي R أقل من رتبة الحد بواحد. طبعا هذه أشياء مع التطبيق إن شاء الله تتضح وتصير سهلة. مثال: أوجد الحد الرابع في مفكوك، أوجد الحد الرابع في مفكوك x زائد 2 الكل أس 6. طبعا هذه x زائد 2 الكل أس 6 بإمكاني أطبق عليها نظرية ذات الحدين، نظرية هذه، وأوجد كل الحدود، الحد الأول والثاني والثالث والرابع. فقط هو إيش المطلوب مني الآن؟ مطلوب أوجد الحد الرابع. إذا هستخدم الحد العام لنظرية ذات الحدين. طيب لو سألتك الآن n بكم؟ n تساوي كم؟ إذا بما أن n اللي هو الأس أو القوة عندي هي 6. طيب أيضا ال R اللي عندي R قيمتها كم؟ قيمتها 3، اللي هي أقل حسب القاعدة هذه. R أقل من رتبة الحد بكم؟ بواحد. الحد اللي يبغاه هو الحد كم؟ الحد الرابع. إذا حيكون R بثلاثة. طيب لو قال الحد الخامس حيكون R بأربعة وهكذا. إذا الحد الرابع هو عبارة عن H R زائد 1، R اللي هو 3 زائد 1، 3 زائد 1. حطبق القاعدة هذه الآن، حتساوي 6 توافيق R. R كم قيمتها قلنا؟ 3. 6 توافيق 3. الحد الثاني او الحد احنا قلنا الحد الثاني هذا اللي هو الحد الثاني عفوا الحد الثاني وهذا الحد الاول. الحد الثاني اللي هو كم؟ 2. حيكون 2 2 مرفوع للقوه r. r هي كم؟ 3 مضروبه في x مرفوعه للحد القوه الحد الرابع او حسب ما شفنا هنا. لاحظوا معي عباره عن n ناقص r. n ناقص r إذن حيكون عندي x مرفوعة للقوة كم؟ n ناقص r له 6 ناقص 3 وتساوي كم؟ 3. طيب الآن أحاول أوجد أوجد عفوا لو 3 زائد 1 4 عفوا 4 أحاول الآن أجيب الحد الرابع حيساوي 6 توافيق 3. لو حسبتها 6 توافيق 3 حتعطيني تقريبا 20. 6 توافيق 3 تعطيني 20. 2 أس 3 مضروبة في 8 مضروبة في x to the power 4. إذا 20 في 8 تعطيني كم؟ 160 x أس 4. إذا أستطيع أقول الآن أن العدد هو عبارة عن أو الحد الرابع، الحد الرابع المطلوب هو 160 x to the power 4 x to the power 4. طيب نأخذ مثال ثاني. أوجد الحد الخامس في مفكوك x زائد 3 الكل أس 8. طبعا الحل حوضح لكم الآن n تساوي كم؟ 8. الحد الخامس يعني R بكم؟ 4 أقل بواحد. أوكي إذا حطبق القاعدة الحد الخامس اللي R زائد 1 حتساوي 8 توافيق 4 3 أس 4 X أس كم؟ 4 زائد 1 اللي R زائد 1 اللي كم؟ 5. خلينا نقول هنا خلي هنا R زائد 1 عفوا وين هي؟ هنا R زائد 1 R زائد 1 للتسهيل R زائد 1. أوكي طيب حيكون عندي الآن الحد هذا هو الحد الخامس. نعم هو مطلوب الحد الخامس. نعم الحد الخامس 8 توافيق 4 أبحسبها. لو حسبتها بالكالكوليتر مباشرة أو ممكن أحسبها بالطريقة اللي أنتم عارفينها. 8 توافيق توافيق كم؟ 8 توافيق 4 حتساوي 70. نعم حتساوي 70 مضروبة في 3 مرفوعة للقوة 4 اللي 81 مضروبة في x to the power 5. لو ضربتها 70 في 81 هتعطيني 5670 5670 x to the power 5. تمرين أيضا أحل لكم هذا التمرين. تمرين أوجد الحد الثالث
في مفكوك x زائد 5 الكل أس 7. طبعا الحل إن شاء الله واضح. الحل أول شيء عندي n تساوي 7، r تساوي كم؟ r اللي هو أقل، طبعا هو يبغى الحد الثالث، r حتكون أقل من الحد الثالث بواحد، يعني عبارة عن كم؟ عن 2. إذن أقدر أقول أن h 3 الحد الثالث حيساوي n لو 7 توافيق 2 5 5 أس طبعا 2 مضروبة في x أس كم؟ أس 3. طيب 7 توافيق 7 توافيق 2، إذن 7 توافيق 2 حتساوي 21، 21 مضروبة في 25 انضرب 25 حتساوي 525 x تكين. إذا الحد الثالث هو 525 525 x تكين. طيب أبعطيكم الآن تمرين تحاولون تحلونه إن شاء الله وتجيبونه لي. طبعا التمرين اللي أعطيتكم أول واحد وين التمرين اللي قبل هذا؟ في تمرين أعطيتكم إياه، نعم أوجد مفكوك هذا، نعم أوجد مفكوك x زائد 4 الكل تربيع. تمرين آخر أوجد أيضا تمرين أوجد الحد الرابع في مفكوك x زائد 1 الكل أس 5. إذا مرة أخرى أوجد الحد الرابع في مفكوك x زائد 1 أس 5. أوكي. التمرين اللي قبله اللي ذكرناه قبل قليل أوجد مفكوك x زائد 4 الكل تربيع باستخدام نظرية ذات الحدين. إذن عندي الآن تمرينين هذه نحلها بالإضافة للتمرين السابقة اللي قدمت لكم قبل قليل. التمرين السابقة إن شاء الله أوجدها، إذن ترجعوا لها إن شاء الله التمرين السابقة. على كل حال إذن كذا نكون انتهينا من الباب الرابع. استعرضت لكم في الباب الرابع، الباب الرابع جدا سهل وبسيط ما فيها أي صعوبة. أنا حاولت أقدم لكم الباب الرابع بطريقة سهلة وبسيطة وممتعة في نفس الوقت، ويعني أنا أرى أنها ممتعة، إن شاء الله أنها تكون ممتعة. يعني طبعا الفصل الرابع أنا تكلمت فيه عن التباديل، وقلنا التباديل قلنا هي وهو تنظيم لمجموعة من العناصر يكون الترتيب فيها مهم جدا، وأخذنا قاعدة بسيطة. قلنا أن القاعدة تقول أن الـ NPR تساوي N فكتوريال على N minus R فكتوريال، وحسبنا عدة طرق. ثم أخذنا طريقة ثانية لحساب هذه التبديلة باستخدام القاعدة البسيطة اللي ممكن أطبق القاعدة هذه، شوفوها 5P2 ممكن أطبق عليها القاعدة الأولى. القاعدة الثانية ممكن أضرب الخمسة مرتين، 5 في 4 وبدون ما أكمل، ولكن 5 في 4. طب لو كانت 5 في 3، 5 تبديل 3، إذا 5 في 4 في 3 وهكذا. تكلمنا عن التباديل، أيضا قلنا أن NPN تساوي N فكتوريال ووضحناها لماذا. أخذنا تمارين، عدة تمارين في التباديل. بعد ذلك دخلنا على التوافيق، وقلنا التوافيق أيضا هو تنظيم للعناصر بس يكون الترتيب غير مهم ليس ضروري طبعا. وقلنا رمزه هو NCR، وممكن يكون رمزه NCR يكون على الشكل التالي: N فكتوريال على N minus R فكتوريال R فكتوريال. إيش الفرق أو إيش الفرق بينه وبين التبديل؟ الفرق إن هنا R فكتوريال زيادة وهناك ما في R فكتوريال، هذا الفرق الوحيد. طبعا ممكن أرمز له بالرمز N فوق R، N فوق R. مثال هذا قدامكم الآن، طبقت عليه القاعدة الأولى، ممكن أطبق عليه القاعدة الثانية أيضا. القاعدة الثانية هذه أمامكم، القاعدة الثانية أوضحها الآن. نعم هذه القاعدة الثانية موجودة، هذه القاعدة الثانية باستخدام الـ permutation أو التباديل.
طيب بعد ذلك تكلمنا عن بعض الملاحظات البسيطة، قلنا NC1 أو NCN تساوي 1، NC0 تساوي 1، and NC1 تساوي N، وهكذا أخذت عليها بعض الأمثلة. شوفوا المثال هذا جميل جدا، طبعا هنا الترتيب كان مهما فاستخدمت عملية التباديل، طب لو كان الترتيب غير مهم هستخدم عملية التوافيق. بعد ذلك تكلمت عن نظرية ذات الحدين، وقلنا نظرية ذات الحدين مهمة جدا حتى أوجد مفكوك من أي درجة، من الدرجة الثانية الثالثة الرابعة الخامسة، بإمكاني أوجد من أي درجة، ولكن أنا اكتفيت فقط بالدرجة الثانية للتسهيل عليكم. ممكن تجرب إذا أردت، ممكن تجرب الدرجة الثالثة أو الرابعة، ما في إشكالية. ثم الحد العام قلنا H تساوي R plus 1 تساوي NCR second term مرفوع القوة R first term مضروبة مرفوع القوة N minus R، وقلنا الملاحظة أن R أقل من رتبة واحدة. قلنا هنا ممكن أجيب المفكوك بالطريقة البسيطة هذه، عوض تعويض مباشر. بالطريقة البسيطة هذه أوكي. أوجد الحد الخامس في مفكوك X plus 3 to the power 8، أيضا طبقت القاعدة، ثم أوجدت لكم هذا التمرين، ثم أعطيتكم تمرين هذا تحلونه إن شاء الله كمناقشة. ختاما تمنياتي لكم جميعا بالتوفيق، وإن شاء الله المحاضرة القادمة سأدخل في الباب الخامس. شكرا لاهتمامكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.